معارك أوكران وفر بين البشمركة وتنظيم داعش في سهل نينوى وطائرات التحالف الدولي تحسم المعركة. القوات المشتركة تقترب من محيط الفلوجة وتفاقم معاناة سكانها جراء الحصار والقصف العشوائي. وسط غياب حكومي فاعل لضبط الأمن في بغداد، قلق شعبي من انتشار مكثف للمسلحين في محيط الخضراء. نظام الأسد يمعن في قتل المدنيين وتشريدهم، ومجلس الأمن يبحث التدابير اللازمة لإيقاف التدمير الممنهج لحلب.